السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا 10 مباريات هيتلعبوا يوم الأحد من الدوري المصري ودورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لكرة القدم للمنتخبات تحت 23 سنة ومباريات ودية دولية للأندية. لو أنت جديد معنا ما تنساش تشترك لنا في القناة من خلال اللينك اللي هيكون في أول تعليق على صفحتنا على فيسبوك عشان دعمك يوصلنا على يوتيوب. شكرا دائما على دعمك. البدايات من أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم للرجال تحت 23 سنة. مصر والأرجنتين التاسعة والنصف صباحا، فرنسا وجنوب أفريقيا العاشرة صباحا، نيوزيلندا وهندوراس العاشرة صباحا، البرازيل وساحل العاج العاشرة والنصف صباحا. كرة القدم للرجال تحت 23 سنة، استراليا أسبانيا الثانية عشرة والنصف ظهرا، اليابان المكسيك الواحدة ظهرا، رومانيا وكوريا الجنوبية الواحدة ظهرا، السعودية وألمانيا الواحدة والنصف ظهرا. من الدوري المصري، الدرجة الأولى الإنتاج الحربي والأهلي السابعة مساء على استاد الأهلي والسلام مزاع على أون تايم سبورت. من المباريات الودية للأندية باريس سان جيرمان وأورليان السابعة مساء،